عزيز أليكس وليكس، جاكم فيديو جديد. طبعا اليوم يعني سمعت كل شيء في الفيديو تقول خايس ونوم فيها ومدري، الحين أقول لكم إيش السالفة بالضبط. أنا خلاص طفشت من كل، وصلت بستيج 6 خلاص، توصل بستيج 6 تطفش يعني. خلاص ما لك نفس تلعب، ولعبت زومبي وبرضه طفشت، خلاص طفشت من كود بكبر. ف كني قلت هذي قوي بوقوم، المهم فطفشت من كود بكبر وخلاص ما ابغى العب كود مرة. ف كنت قلت خليني اجرب الفيديو مرة ثانية اعطيها فرصة. طلع ايش؟ دخلت اقيام بلعب سنايبر، عجبتني. ليش عجبتني؟ مدري أول ليش ما عجبتني؟ أول ما عجبتني عشان ماب، كنت أحس كل ماباتها كذا خايسة. فعرفت حركة، طبعا أنا معروفة من باتل فيلد فار، ف ما يعرفها يعني الحين أقول لكم إيش صار بالضبط. الحين إذا أنت محب كود، أخوياك يقول لك تعال باتل فيلد مدري إيش، كلهم يلعبوا باتل فيلد يعني ما يسحب عليك كذا اشتريتها. فانا اقول لك صراحه اشتريها واقول لك ايش تسوي. تشتريها طبعا لازم تخش اللعبه، حتى هو قاعد يسوي الابديت تخش اللعبه خلي الابديت يسوي، هيقول لك فول جيم ويحمل. تعبان يلعب اول مهمه تختيم وخلاص يعني كذا، تصبر شويه لما يوصل 100% بعدين يطلع لك ملتي بلاير وبريميوم وذي حركات. اول شيء روح اوبشنز يعني جود السنسيتيفيتي اللي عندنا لين 20، الحين في 11، الحين هم عندهم 100. فروح الاوديو عدل الاصوات وكذا. وشو هنا اذا بتلعب يعني تختيم احتياطا حط هذه يس، وهذا حقت الاغاني يعني اذا يعني تركب السيارة وكذا احيانا كذا يطلع لك اغاني في الراديو. وهنا السطوع، وهذا اتوقع اللي شوف تختار ايش تبغى يعني. شوف عندهم هم ثلاثة اشياء، في اللي ضدك، في سكواد، في تيمك. يعني دحين تيمك التيم حقك يعني مقسم، والتيم حقهم مقسم. انت ما يطلع لك التيم مقسم، لا يطلع لك هم اللي ضدك، بس اللي ضدك فتختار ايش تبغى لونهم. مثلا انا كذا مخليهم احسن حاجة يعني هو العادي، اللي هو ضدك كلهم يكونوا احمر، وتيمك يكون ازرق. في سكواد اللي هو تيمك مقسم، طبعا كل التيمات مقسمة، فتيمك مقسم كذا مثلا يكون يصير سكواد. يصير انت سكواد حقك فيها ثلاثة مثلا كذا مقسمين ثلاثة ثلاثة ثلاثة، السكواد حقك يكون بالاخضر عرفت؟ فكذا تيمك بالازرق. اوكي انت تقدر تغير، اشوف يبين لك الالوان كذا. ابغى هذا الصراحة العادية، وهذا اللي يسوي ريلود بالموشن سنسر اللي هو في البلايستيشن 4 اللي كذا تحرك اليد كذا، ما ادري كيف نزلها صراحة. هذا الخرابيط ما اعرف لها. فبس تروح مالتي بلاير، اكيد مالتي بلاير اونلاين. يلا بعدين تروح سيرفر بروزر. بس المشكلة اذا بتلعب مع اخوياك عد ما هيمديك تسويها، فاهم؟ مو زي باتلفيلد 4، باتلفيلد 4 يمديك تسويها حتى. ف انت تلعب لوحدك يعني افضل شيء. يعني اذا تبي تلعب مع اخوياك وتقول له لازم كذا ذي الحركة، خليه يخش ويخش عليك، ممكن يطلع ضدك، ممكن يطلع معك، اللي يجيك. طبعا هاي ما هيطلع لكم كذا على طول، اضغط R3 اللي هي الدائرة اللي على اليمين، مصح في جيرين يمين يسار اللي تحرك وتمشي، وفي حط اللي على اليمين اللي يحرك الشاشة اللي هو R3. يطلع لك المود. شوف في اذا تلعب تبقى سنايبرات كذا، طبعا هنا ما ينفع كوك زوم، خذها من بدا كلها، هذا حرق من بعيد نظام باتل فيلد. فمثلا تبغى تلعب كذا ماشي، طبعا الجيم مره طويله، ف تيم ديسماتش حتى تيم ديسماتش طويله. فالمبات اللي انصح بيها سنايبرات بانك جوب، هذا لا تحط العلاسيه، العلاسيه اتوقع هي بفلوس. فتروح بانك جوب تضغط عليه صح، تخلي عليه صح ابيكس، وذا بلوك، ذا بلوك مرة صراحة خطير. وفي توقع مثلا زي هذا هو الدست باول، هذا الرشاشات ما تبغى لا تحطه، احيانا ينفع سنايبر ما ينفع مرة، فاهم؟ شيل اذا تبغى سنايبرات، انا حاطة عادي كلها رشاشات سنايبرات اللي يجي يعني هذول الثلاثة بس هم اللي مرة احبهم يعني ما احب غيرهم.
ما يطلع لك غيرهم يعني في السيرفر براوزر. بعدين تحط هنا all انا سيرفر تايب تحطه اوفيسال وان رانكد. اذا رانكد وبرايفت حتى تعرف معناته سر يعني خويك مسويه كذا. اذا يمديك تشتري سيرفران مثلا خويك مسويه ولا شي ف كذا تحط برايفت عشان في باسورد كذا. رانكد يقول لك لازم يكون ليفلك كذا وما ادري ايش، فحط اوفيسال وان رانكد يعني بدون اللي كم ليفل. لا تحط هارد كور يعني، اذا تبغى هارد كور حط هارد كور يطلع لك اثنين، اذا تبغى بس هارد كور خليها هارد كور بس عليها صح. يجي حط على اوروبا بس، اذا بتلعب سنايبرات حط على اوروبا عشان ما يلقلق عليك. واذا بتلعب رشاشات كيف في لعبه اقول لك عليها كذا تحطها كلها. وهنا فري هاكر سلوت احط شيل الصح منها عشان هذه ايش السالفة. في شيء اسمه هاكر يمديك تخش على تضغط مربع بدل ما تخش بيكس يدخلك هاكر ما تلعب بس كذا تقعد تخرب عليهم او تسوي يا تخرب عليهم يا تضبطهم كذا. ف خلاص حط فري هاكر سلوت عشان ايش؟ عشان يكون في مكان للهاكر يعني، في مكان للهاكر. اذا في مكان للهاكر يعني ما في هاكر داخل. اما اذا تحط عليها صح يعني في واحد في يكون جيم فيه له هاكر، في واحد داخل هاكر. لكن هذه عن السنايبرات. اما اذا تبغى تلعب في لعبة ثانية مرة خطيرة اسمها بلود ماني. هذه ايش نظامها؟ في شاحنتين، شاحنة فريقك وشاحنة الفريق اللي ضدك. طبعا كل واحد عند سبونه، اذا سبونكم في له شاحنة، اذا سبونه في له شاحنة. وفي النص في ايش؟ في النص في مكان فلوس تزبن وتضغط تبقى ضغط مربع لين تجيب 10 دوائر. طبعا هي يقعد يحملك دائرة، لازم تجيب 10 دوائر. 10 دوائر هو مو لازم يعني، افضل شيء يعني الفل عشان تلفل عشان يديك 500. تجيب 10 دوائر بعدين تروح توديها لشاحنتكم. طبعا في ناس يكون يخرب عليكم اللي ضدكم يذبحوكم كذا. اذا ذبحك وانت جايب 10 او اذا ذبحك وانت كنت قاعد تجمع يعني هياخذ اللي انت كنت بيه. انت كنت مجمع 5 دوائر 8 دوائر ومت ذبحك ياخذ الشنطة منك و يعني. طبعا يمديك تسرق من الشاحنة اللي ضدك، تروح عندهم تضغط مربع عند الشاحنة حقتهم فكذا الفلوس ما تخلص الا في النص. طبعا اذا اخذت من حقهم ينقص السكور حقهم، ينقص بس الفلوس حقتهم ما تروح. ف اللي من جد اخذوها يعني في اللعبة في فلوس، ف ما تنقص فلوسهم. فكذا يعني اللعبة مرة حلوة يعني، انصحكم برضو في نفس المقابلات. بانك جوب مو مرة حلو، ذا بلوك مرة خطير فيها، وهذا برضو مرة حلو فيها، فمو مرة حلو يعني وسط وسط. فحطوها نفس الشيء هذا كله، بس هنا حطوها كلها عشان ايش؟ الحين اقول لكم اذا حطيتوها كذا انا شلت تيم ديث ماتش، شلت الصحن. فتنزل تحت احلى شيء الاقيام الفاضية اللي تكون فيها اثنين كذا، هاي الأقيام الحلوة عشان ما يكون في ناس كثير يخربوا ازعاج كذا. يعني تخش جيم واحد طبعا هيزيدوا في الجيم، فخلاص تخش جيم وتطلع ترجع تسوي ريفرش بعدين تروح واحد قليل مرة ثانية كذا. 2 3 4 كذا 10 بالكثير يعني في شيء عشان ما يخربوا عليك كثار. بس فهنلعب هذه اللعبة في المقطع الجاي ان شاء الله. فاسف جدا على السحب مرة، ترى مرة كان عندنا ظروف مرة عند اللي ما اقدر انزل. وسبحان الله انا وين جاتني انا ظروف صح انا ما قلت لكم عن الوقت بعدك. طبعا اقول لكم هي على السريع، زياد طبعا مو موجود الحين ف خلاص عوافي يعني. هقول لكم زياد صار معاي في القناة يعني متقاسمين القناة، فيصير هو ينزل وهو يعرف يسوي ايديت. الحمد لله كلنا نعرف يسوي ايديت وكذا، ف كلنا هننزل مو شرط لازم نكون مع بعض في نفس المقطع، ممكن هو ينزل شرح عن شي كذا. فبس يعني هذا اللي كنت بقول لكم على الموضوع المهم. بس سوينا المقطع بس ما كان كويس وصار فيه قصص كثير وخرابيط يعني مرة. ف هنزل لكم الكواليس حقت المقطع ذاك، عاد كان مرة يضحك يعني كواليس بس ممكن ما تنزل ما ادري يعني.
حسب كيف زياد يبغى يرضى ولا لا يعني. فسبحان الله دوم جاتي يعني انا ظروف ما قدرت انزل، زياد انحرق البي سي حقه. مشكلة مشكلة يعني، لا هو يقدر يسوي مقاطع ولا انا اقدر اسوي مقاطع. فاخيرا الحين اقدر اسوي مقاطع، ف الحين فضيت. ف بس ان شاء الله ما اقصر معاكم، سوري 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 على السحبة، مرة على السحبة طويلة 6 7 ايام ما ادري كم. اسف 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 يعني، مرة يعني طولت عليكم اسبوع ما نزلت. ف ممكن هذه اطول قطعة في القناة، والله ما ادري عاد عن زمان السنة اللي فاتت كيف كانت. بس اعذروني. كما عزيز دكتور اكسل، طبعا ايوه صح صح هنغير اسم القناة، نسيت اقول لكم عشان احنا صرنا الاثنين، فهتكون اسم القناة في الشاشة. وطبعا اسم القناة مو كذا عباقة كذا جبناه كذا يرمز الاشياء يعني، فانتوا اكتبوا في الديسكربشن ايش توقعاتكم يعني، لها يرمز لايش توقع هذا الحرف عشان كذا وهذا عشان كذا وكذا يعني. طبعا في حروف زخرفة حلوة دي زخرفة، في حروف زخرفة. ف طب اجيب العيد في الكومنتات، ف في الكومنتات اكتبوا ايش توقعاتكم يعني، هذا حرف من الحين زي ما تشوف الشاشة هذا هو الاسم. واذا ما حطيت في الشاشة ونسيت اقول لكم الاسم، اللي هو زد كابيتال اكس سمول اندرسكور اللي هو شرطة تحت بعدين اكس سمول اي كابيتال. اتوقع كذا يعني، من انا قلت لكم هي يعني هتفهموا اوكي وهتعرفوا. فبس طولنا المقطع الحين وصل 12 دقيقة، وهذا اللي لقاته مخبص ما ادري، هذه الايام يا عيال لقاته مرة مخبص. صورت كان سنايبر نص ساعة، تخيل حسب اللي هو 32 ثانية، تخيل لا وكذا معلق ما يفتح يعني. بالله يا عيال الصراحة يعني الناس يعني شفت فيديو يقولوا قطعة أفضل قطعة تصوير ومدري إيش، في النهاية طلعت عيوبها مرة قوية يعني، مرة عيوب 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 صح. ف شو اسمه ما أدري ما إذا أنت كومنتيتر أو شخص مثلي يعني لسه ما وصلت مرة عالي، ما وصلت مشتركين عالي مرة، اشتري قطعة إيفر ميديا، في اعدادات اكثر على ما اتوقع زي ما شفت في اليوتيوب واسهل، فجرب قطعة إيفر ميديا افضل، لان اتوقع قطعة إيفر ميديا برضه تصور على سوني 3 بس فيها نفس العيب اللي هو حق لازم تشيل الميكروفون وكذا شفته في اليوتيوب. ف طبعا لقيتو اتش دي 60 ما تسوي على بلاي ستيشن 3، خذها ما تسوي على بلاي ستيشن 3، لازم تشتري قطعة ب 100 ريال اسمها اتش دي ماي سبليتر، عاد تشبك اتش دي مايات و يتشبك من السوني 3 للقطعة، وهذا السبليتر من السبليتر للقاتو من القاتو التلفزيون. فبس يعني انا يعني نقولها كذا سهلة، بس نقول الان والار كذا تصعب شوية. فبس هذا اللي كنت بقول لكم عليه، اما وصلت 13 دقيقة خلاص خلاص يا ناس. اشتري قطعة ايفر ميديا وكلنا على تجربتك، لان اتوقع انها افضل. في ناس كثير سمعت رايهم وقالوا قطعة ايفر ميديا افضل، فانا صراحة اقول لكم فيها عيوب كثيرة يعني، انها تعلق وانها تصير حارة يعني، اتوقع لما تصير حارة يعني تصير مشغلة الوقت طويل، مو صارت انها تسجل يعني تسيبها شغالة يعني الوقت طويل شبكة الجماعي تصير حارة وتعلق يعني التصوير يصير خرا، والبرنامج حقهم الصراحة مع احترامي زفت زفت، اعداداته حلوة بس هو زفت يعلق، مو يعلق كذا يعني لانه كذا قلت لكم اقعد نص ساعة يحسب لي حاجة 20 ثانية كذا يوقف يعلق، هذا سيوصل 15 ثانية يعلق، وانت فاضي كل شوية تلعب الطالع تلعب الطالع يعني مرة الصراحة مشكلة. فالمقطع وصل 14 دقيقة يعني ربع ساعة تقريبا، فاتمنى انكم شيء كويس يعني ربع ساعة بعد السحب يعني، اتمنى تحطوا لايك وتقول كومنتات على هذا. و بس ان شاء الله يا المقطع ينزل العصر يا المغرب، ممكن احتمال كبير المغرب او العشاء كمان. الصراحة انا اقول لكم انا مهمل على القناة يعني، احيانا كذا مرة مالي نفس انزل، يعني اعترفت لكم يعني مرة خلاص عارف اللي ما فيك حال تنزل تعبان وانت فاضي ادت وقرف يعني صراحة قرف والله يتعب يا عيال، ها مرة كذا مالك نفس تسوي. احيانا كذا تجيك نفسي، احيانا لا بالعكس، احيانا بالعكس يجيك نفسي نزل مقاطع ما ادري ايش كذا تصير نفسية. ف
المرات الجاية هنزل مقاطع كيف هو يسجل مقاطع يسوي لها ايديت لو كنت متحمس كذا، وما بعدين يعني اذا كنت كسان بس هرفع على اليوتيوب وخلاص. فبس كان معكم عبد العزيز، سل لايك فور سبسكرايب.